نحو السماء وقال: أول علي ما نزل بي إنك بعين الله، فلم يسقط من ذلك الذنب قطرة إلى الأرض. ثم وضعها ثانية، فلما امتلأت لطخ به رأسي ووجهي ولحيته، وقال: هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضب بدمي، وأقول: يا جدي قتلني فلان وفلان، أين المنادي وأحسينا وسيدا وإماما؟ هذا العزاء عظم الله أجورنا وأجوركم في إمامكم وأحياه نصف الدم، فجلس على الأرض ينوم بقرطبته، فادعى إلينا على الحال مالك بن ناصر، فشتمه ثم ضربه بسيف على رأسه. وإماما وسيدا وكان عليه برنس، فامتلأ البرنس دماء. ثم قال الحسين عليه السلام: لا أكلت بيمينك ولا شربت، وحجرك الله مع الظالمين. ثم ألقى البرنس واعتم على القلنس وقال: أني بنت بيت الحضرمي، إني نواقف عاشر عشرة. لما أصرع الحسين عليه السلام إذ نظرت إلى غلام آل الحسين عليه السلام، قميص في يدني درتان، وبيده عمود من حديد من تلك الأبنية، وهو مذعور يتلفت يمينا وشمال. فأقبل رجل يركض حتى إذا دنا منه مال عن فرسه وعلى بالسيف فقتله. فلما عيب عليه كنا عن نفسه، وذلك الغلام هو محمد بن سعيد بن عقيل بن أبي طالب، وكانت أمه تنظر إليه وهي مدهوشة. ثم إنهم لبثوا هنيئا وعادوا إلى الحسين وأحاطوا به وهو جالس، وحسينا يشتد نحو عمه، وأرادت زينب حبسه، فأقبلت منها وجاء إلى عمه وابح بحرب ابن كعب بالسيف ليضرب الحسين. فصاح الغلام: يا ابن الخبيثة أتضرب عمي الحسين؟ فضربه واتقى الغلام بيده فاطناها إلى الجلد، فإذا هي معلقة. فصاح الحسين: يا عمّا! وقع في عمر الحسين فضمه إليه وقال: يا عمّا لقد قطعوا يدي. ونظر إلى أمه في باب الخيمة وقال: يا أمّا لقد قطعوا يميني، فإلا وإلا إليه راجعون. ابن أخي اصبر على ما نزل بك واحتسب في ذلك الخير، فإن الله تعالى يلحقك بآبائك الصالحين. ورفع يديه قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم تفريقا، وجعلهم قضاة طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا،
فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا، ورمى الغلام حرملة كائن بسام فذبحوه في حجر عمه. وسيداه وإمامه أهل العزاء، عظم الله أجورنا وأجوركم يا مؤمنين، وبقى إمامكم الحسين مطروحا مليا، ولو شاءوا أن يقتلوه لفعلوا، إلا أن كل قبيلة تتكلى على غيرها.